ليثير الجدل حوله أكثر من مرة في هذا التقرير. نسلط الأضواء على قطاع النقل بالمدينة لنعرف حقيقة ما يدور ومقترحات الشركة لحل هذه الأزمة. بغيت نشير بانه في البدايات ديال الشركه ديالنا في 2012 في القنيطره، المواطن القنيطري راه شاف الحاله ديال الحافلات كيفاش كانت والمستوى الرفيع ديال الحافلات ديالنا كيفاش كان. دينا على احسن ما يرام كانت الحافلات جديده، جل البارك ديالنا كامل كان جديد، حتى تفاجئنا من بعد بظاهره ديال التخريب ديال الحافلات لسبب او لاخر. انا بالنسبه ليا ما كاينش سبب اللي يقدر يدفع شي واحد انه يخرب الحافله، لان هذا مرفع عمومي والحافله راه هي المواطنين ديال قنيطره وملك عام، دونك حتى شي واحد ما عنده الحق انه يخرب الحافلات. بالنسبه للاجراءات اللي تدارت باش نحدوا من الظاهره، المهم بعد ذاك التخريب قررنا احنا كشركه اول حاجه نبداو اصلاحات ديال الحافلات بشراكه مع الجماعة وعلى رأسهم السيد بلوكاسية رئيس اللجنة ديال التنقلات الحضارية بقنيطرة ومع جمعية المجتمع المدني. وبالنسبة لرجال الأمن خدمنا معهم بشراكة، قمنا بواحد الحملة تحسيسية. حنا كشركة كي قلت لك بدينا بإصلاح الحافلات، جمعية المجتمع المدني بداو معنا بالحملة التحسيسية للمواطنين في الأحياء الشعبية باش كيوعيو الناس كون كوا هادو راه حافلات ديالكم يجب الحفاظ عليهم. وبالنسبه للرجال ديال الشرطه بداو حتى هما في عمليات تنشيطيه لمجموعه ديال المحطات ديال الوقوف للحافلات، وداك الشيء راه صفر على ايقاف مجموعه ديال المبحوث عليهم واللي تقدموا للعداله وتشدوا بعض المخرجين. راه كانت تهرست ازيد من 1700 زاجه، وكان سطر عليها 1700 زاجه في ظرف 4 شهور. اننا استطعنا، الشركه تعاقدت مع شركه خاصه لتركيب ديال الزاج، يعني العمل ديالها هو تركيب الزاج، والحمد لله راه حنا دابا بالنسبه حنا لوبجيكتيف ديالنا راه كشركه داكشي اللي كنا مسطرين ليه راه حنا وصلنا ليه في التركيب ديال الزاج لاصلاح الحافلات، راه حنا وصلنا ليه. علاش مازال باقي كتقدر تلقى بعض الحافلات باقي فيهم زاج مخرب؟ وهو الظاهره ديال التخريب راه مستمره بالفعل، ماشي بنفس الحده من بعد التدخل ديال الامن وجميع المتداخلين اللي تكلمنا عليهم، ولكن باقي واحد المعدل ديال 3 ديال الزجاجات في النهار. شحال هذه؟ راه كنا في 15 20 زجاجه، دابا الحمد لله راه داك الشيء نقص والعمليه الاصلاح راهي مستمره. بالنسبه للظاهره ديال السليت غادي نربطوها حتى هي الظاهره ديال التخريب، كانت حتى هي نزلات بواحد النسبه مهمه، وداك الشيء راجع للتدخل الصارم ديال رجال الامن اللي في المستوى صراحه اللي ساعدونا. بالنسبه للشركه ديالنا كتوفر اكثر من 700 منصب شغل، دونك نقولوا 700 اسره. وبالنسبه للرساله ديالي للمرتفقين ديال الحافلات ديالنا والناس ديال القنيطره باش يحافظوا على هذه الحافلات ويوفروا لنا الظروف باش اننا نشتغلوا ونحسنوا حتى حنا من الجوده ديال الخدمات ديالنا بالناس، التوعيه ديال الاطفال ديالهم، التوعيه ديال ملي كنشوف شي واحد كيخرب الحافله نصحوه نهضروا معاه، دوك الحافلات راه ديالنا، راه القنيطره راه مدينتنا والطوبيسات راه ديالنا، وهذوك الطوبيسات راه حنا اللي كنركبوا فيهم، نحافظوا عليهم ونربوا وليداتنا ونكونوا في المستوى باش الشركه ان شاء الله تكون في المستوى. كبيره هشام، بالنسبه للمراقبه عندنا هاد الحاله مزيانه، ولكن المشكل اللي عندنا في هاد الحاله الطوبيسات في النوبه الاولى مزيانين جداد، دابا المشكل اللي عندنا هو التراس. التراس عندنا واحد المناطق اللي فيها التراس بزاف ما بين السي طيبي وعين السبع والناصره فهمتي، المناطق اللي تيترسوا فيها بزاف ديال الطوبيسات. بالنسبه للسليت واش باقي؟ بالنسبه للسليت كاين موجود، وفي حال المراقبه ملي تهضروا معاهم تعرضوا للخطر بزاف، الحجار بالمواس اللي تجبد لك الموس اللي تجبد لك هذا، واخا تتعاملوا معاهم زوينين في الاخر تجبدوا الموس تيجوا واحد كليكه من ديال رامي ولا هذا تتعرضوا لنا حنا بزاف وتتعرضوا للخطر بزاف، ولا هضرتي معاه ولا شي حاجه تيهز حجره تضرب الدجاجه. من ناحيه واحد الفتره كندز من شويه ديال التخراب ديال الزاج، التكسير ديال الزاج وبعض المنحرفين
دابا الحمد لله هو دابا كاين واحد المشكل دابا واخا كاين الاصلاح باقي التخراب هذا هو اللي باقي حنا تنعانيو منه فهمتي حنا بغينا الناس تتوعى معنا كنطلبوا من شويه الرساله تتوجه واحد الرساله تنوجه للشباب الشباب ديال المدينه ديالنا خص يوعى بعض الشباب ماشي كلشي ما تنعممش على كلشي ولكن بعض الشباب خص يوعى لان هذه الحافله راه ديالو فهمتي راه ديال المواطن الشركه راه تصلح فهمتي تتبدا المجهودات كبيره والشركه راه مستمره الحمد لله راه كاين اصلاح كاين بزاف ديال المزيد ديال الحوايج كاينه مزيانه غير المدينه ديالنا ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله من القدام نشوفوا الناس الساكنه ديال المدينه القنيطره راه يشوفوا الناس من القدام يشوفوا الخير الى الخير حنا كنطالبوا من هاد الناس ديال المدينه القنيطره يتعاونوا معنا يحافظوا لنا على هاد الحافله ديالنا يتعاونوا معنا ويحافظوا لنا على هاد الحافله ديالنا راه ديالهم راه ديالهم هادشي راه ديالهم المشاهدين اللي قلنا شي حل حنا هادشي عايشينو يوميا في هاد المدينه عايشينو يوميا ياخذوا لنا شي يديروا لنا شي حل لهاد المشكل هذا وبسات يوميا كيتصايبوا كيخرجوا الصباح كيدقدقوا يوميا كناكلوا العصاب الحجر يوميا كنولوا مجرومين بلاك الحجر ها انت كيما جات فيا انا اليوم غتجي في غدا في واحد اخر الشيء علي فعيد جمعاوي بديل القنيطرة كاين واحد التغيير صراحه كاين واحد التغيير كبير في مدينه القنيطرة على ما كنا كنشوفوا سابقا لان التغيير ديال مدينه الطوبيسات تغيير كبير جدا بصراحه هو تغيير مشاعر كبير كبير بزاف لان كانت عايشه مدينه القنيطرة واحد الفوضى تهراس والتكسار ديال الطوبيسات ولا شي مي دابا الحمد لله راه الطوبيسات جداد كنتمنى من الساكنه ديال القنيطرة انهم يحتافظوا على الطوبيسات ديالهم شكرا للسلطات المحليه اللي كانت كتقوم بالواجب ديالها برأس ديالهم السي زياد موسى.